وعليكم السلام، ازيك يا صالح؟ عامل ايه؟ الحمد لله ماشي. تمام حبيبي، اخباركوا ايه؟ مين معانا تاني؟ معانا اسماء، ازيك يا اسماء؟ ومعانا احمد. أحمد ومعانا مهند، بس مهند عمل إيقاف، بس أوكي بيعمل حاجة وهيجي أو هو في سيشن تاني. صالح كنت معانا السيشن اللي فاتت؟ لا تمام. بتحب الدراسات ولا ايه؟ بحبها. بص تيتشر، بحب كل المواد، شطور شطور، very good. لكن اكتر مادة بحبها خالص يعني هي الناس. ماشي، موفق ان شاء الله. يبقى انت ميولك علمية وليست ادبية. بس ما يمنعش برضه ان الجغرافيا هتفيدنا، يعني ان احنا ايوه نتعلم بحب الجغرافيا اكتر من، قصدي بحب التاريخ اكتر من الجغرافيا بصراحة. الاثنين هيفيدونا. الجغرافيا هتفيدنا في حاجات في الايرث بتاعتنا، نشوف دنيا اخبارنا ايه حوالينا. مثلا انا التاريخ طبعا بقيت هنعلم، مكان، او مثلا لو انا بقيت مهندس لازم اعرف بيئة المكان اللي هبني فيه، فهحتاج الجغرافيا برضو. مثلا لو انا بقيت شاطر مهندس حبيبة. هاو ار يو، وحشتيني، اخبارك ايه؟ الحمد لله ايه اخبار المذاكرة؟ الحمد لله بذاكر. السيشن اللي فاتت ذاكرتيها؟ هي حبيبة السنة اللي فاتت كانت امتى؟ دي كانت بقالها كتير. مش فاكرة صراحة. مش انت كنت معانا السيشن اللي فاتت لما عملنا مسابقة و كان معانا شباب تانيين في الميتينج، ولا في الصحراوية؟ ايوه أيوة كنت معها ذاكرتها. تمام يا حبيبتي. طيب خلونا نعمل شير للبورد يلا عشان نبدأ سريعا الدرس بتاعنا. السلام عليكم. بس احنا النهاردة هناخد ايه؟ هنبدأ تاني عشان في معانا زمايلنا ما حضروش قبل كده، فهنبدأ من أول المنهج إن شاء الله، من أول درس النهاردة البيئة الصحراوية يعني تاني. هنعمل كأنها مراجعة نص؟ بالظبط، يعني مراجعة مع شرح كده إن شاء الله في السريع بإذن الله، مراجعة بس دقيقة زيادة. ودقيقة زيادة. بس مش عايزة طبعا زي ما قلنا رولز قبل كده، ما حدش هيتكلم من غير ما يعمل إيه، ريز هاند، ونشوف أثناء يعني كل الشرح واحد بس يجاوب في دوره بس. بالظبط كده. وممنوع طبعا ان احنا نتكلم اثناء الايه، الشرح. اوكي تمام. يلا نبدا بسم الله. معانا مين تاني دخل السيشن؟ هي اسماء بس خليكي معانا. ومعانا عمر. ايوه مش طيب. هنتكلم النهارده ان شاء الله يا اولاد عن اول درس عندنا طبعا. زي ما خدنا قبل كده، لحظة يا شباب. هنتكلم النهاردة عن البيئة الصحراوية. طبعا عايزة اقول لكم ان احنا اتكلمنا في موضوع البيئة الصحراوية ده قبل كده، وانا عارفة ان انتوا كلكم طبعا very good، بس ما يمنعش ان احنا نراجع معلوماتنا تاني كده ونتفاعل مع بعض ان شاء الله اثناء الايه، السيشن. خلوني اقول لكم أول حاجة معانا، إيه المقصود بالبيئة الصحراوية؟ لو حد عارف يرفع إيده. تمام، حدش عارف؟ صالح. طيب قولي يا صالح. مس أتوقع أنها المقصود بها البيئة الجافة التي يتوفر لا يتوفر بها المياه إلا بالواحات والعيون والأبار، برافو عليك، برافو عليك. يعني ولا هو نستطيع الزراعة الأقرب بها بسبب عدم وجود التربة الخصبة. برافو عليك، برافو عليك يا صالح. أولا أنتوا البورد شغالة عندكم، شايفين الشير شغال؟ أيوه مس. ماشي تمام. اوكي. بسم الله. خلونا نقول المقصود الاول، عايزه اعمل لكم الفيديو كده نشوف حاجه عن البيئه الصحراويه قبل ما نبدا السيشن بتاعتنا.
البورد الشير شغال، بس عايزة أوريكم فيديو كده عن البيئة الصحراوية هتحبوه جدا. لحظة يا شباب، شير شغال يا أولاد؟ مش حاليا، هو طيب، هو كان في الأول شغال. طيب اوكي، بس بتحمل الفيديو معلش عشان النت، وبعدين ايه شغال كده يا شباب ولا ايه؟ واضح ان في مشكلة في الانترنت، بس لسه مش هو المفروض عندي ان هو بيعمل تحميل. لا يعني مفيش حاجة شغالة. طب معلش اعتذر ثواني. طيب لحد ما يحمل الفيديو. صالح قال لنا ان البيئة الصحراوية المقصود بها اللي هي ايه يا صالح؟ معلش عيدي تاني. البيئة التي لا توفر بها البيئة الصحراوية، البيئة التي يتوفر بها الكثير من الرمال، التي لا توفر بها المياه إلا في الواحات والعيون والآبار، ولا توفر بها مقاومات للزراعة من تربة خصبة ومياه عذبة، ولا يوجد هناك الكثير من المياه العذبة. تمام، برافو عليك يا صالح، ممتاز، بارك الله فيك. طيب أعتقد الشير دلوقتي شغال، تشوفه كده ولا إيه؟ لا حضرتك لسه ما اشتغل برضو. طيب طيب يا شباب، خلونا ناخد مع الايه سكرين ده، نغير الشير تاني نشوف بس هيعمل تحميل او لا. اوكي طيب، شوفوا كده شغال ولا لا. كده الناس تشتغل. طيب اوكي، ركزوا معايا كده في الفيديو وشوفوا هتفهموا ايه من الفيديو اللي قدامكم ده. شايفين دي كده الصحراء، البيئة الصحراوية اللي هي درسنا بيتكلم عنها النهاردة. ركزوا كده في الفيديو، شايفين ايه مظاهر التضاريس عاملة ازاي في الصحراء الشرقية او الغربية او في صحاري مصر عامة او في البيئة الصحراوية؟ في كثبان رملية هي شايفينها، شكلها جميل جدا، سبحان من ابدع، وفي منخفضات، وشايفين زي هضاب رملية، وشايفين هنا نص واحات، ما كثبان. يا حبيبي كثبان رملية، جميلة جدا. طيب طبعا شايفين، وفي منخفضات، وفي واحات بيكون فيها زراعة. بصوا حتى بالليل الصحاري بتكون في منتهى الروعة والجمال. يعني عايزاكم كده كلكم تركزوا معايا وتعيشوا خيال الاستيشن كده، كله كأننا قاعدين في الصحراء، كأننا رايحين نعمل سفاري كده، وعايزه كل معلومه واحنا في الاستيشن تحسسوا كأننا في البر. ما هو احنا في البر، بس تخيلوا معايا كده اثناء الاستيشن كده وانا بشرح كل معلومه انا هشرحها، تخيلوا كأننا احنا قاعدين هناك فعلا، شايفين الحياه هناك عامله ازاي. انا بس بوريكم الفيديو الاول عشان نعمل فلاش باك كده، لما نفضل مع بعض اثناء السيشن نحس ان احنا شفنا الحاجات دي، خيالنا شغال فيها ازاي. ايه رايكم؟ شايفين في بعض الزرع طالع اهو في البيئه الصحراويه، الكثبات الرمليه جميله جدا طبعا،
في البيئة الصحراوية. شايفين الحاجات دي كلها أصلا اسمها إيه؟ اسمها يا ولاد تضاريس البيئة الصحراوية، أو الخصائص الطبيعية بتاعة البيئة الصحراوية، بتاعة الإيه؟ البيئة الصحراوية. البيئة تمام؟ الصحراوية. حلو الفيديو، عجبكم؟ أيوة مس مس، القسمان الرملية هي تجمع الرمال بشكل الهواء، صح؟ عشان بس نسيت فعلا المعنى بجد، بتاعها. برافو عليك، برافو برافو برافو. تمام، طيب خلونا كده نعمل ايه تاني بقى، نعمل شير للباوربوينت علشان نشوف الدرس بتاعنا بقيته على الايه الباوربوينت عامل ازاي. بصوا يا اولاد، احنا اتكلمنا وقلنا ان تعريف البيئة الصحراوية زي ما صالح قال لنا كده من شوية، ان هي بتمثل لي المكان او البيئة اللي هي فيها المناطق قليلة المطر وفيها جفاف وفقر شديد في النباتات، ندرة في الحيوانات، سطحها زي ما شفنا كده في الفيديو يا اما مغطى بالرمال او بالايه او بالحصى والصخور. ده المقصود بالايه، بالبيئة الصحراوية. طيب هو انا عندي المفروض ان انا ادرس ايه او اتعلم ايه في البيئه الصحراويه؟ قال لي المفروض ان انا اتعلم في البيئه الصحراويه عناصر مهمه جدا في درسنا النهارده، اللي هي الموقع، مظاهر السطح، وموارد المياه والتربه والنباتات الطبيعيه والايه والحيوانيه. دي الحاجات المفروض ان احنا نعرفها طب النهارده. احنا ايه هناخد المساحة بتاعتها صح؟ هناخد دي، بس لسه احنا بنتكلم في عناصر الدرس. احنا دي الحاجات اللي هناخدها النهارده ان شاء الله اثناء السيشن. طيب اول حاجه تعالوا نتكلم مع بعض كده على اول عنصر عندنا النهارده في الدرس، وهو الموقع. الموقع الشير شغال يا ولاد، شايفين البورد؟ ايوه شايفين خريطة شايفين؟ مصر. تمام، برافو. طيب عندنا هنا بالنسبه انا هنا هلاقي اصلا الصحاري او البيئه الصحراويه موجوده فين في مصر. البيئه الصحراويه يا ولاد عندي موجوده في مصر في ثلاث اماكن او في ثلاث مناطق جوه مصر، يا اما سيناء وشبه الغربيه. سيناء شبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية والصحراء الشرقية صح؟ برافو عليك يا صالح، انت شاطر وممتاز. عندي فعلا هنا في الصحراء الشرقية الغربية والصحراء الشرقية، وعندي شبه ايه جزيرة سيناء. يبقى انا عندي الصحراء الغربية بتمثل لي 68% سوري 86% من ايه 68، بس هي مكتوبة غلط، يعني انا بعتذر ان هي مكتوبة خطأ في باوربوينت. هي بتمثل لي 68% من المساحة بتاعة مساحة ايه، مساحة مصر 68%. طيب والصحراء الشرقية بتمثل لي 22% من مساحة ايه، من مساحة مصر. وعندي ايه تاني في البيئة الصحراوية في مصر؟ عندي شبه جزيرة سيناء، وهي بس فقط بتمثل لي 6% من ايه، من مساحة البيئة الصحراوية فين في مصر يا ولاد. ماشي كده، مفهوم يا شباب اللي انا بتكلم فيه؟ ايوه ماشي. طب السؤال هو طيب مساحة الصحراء من مساحة مصر قد ايه؟ ايه، يعني بتاخد قد ايه من لسه كنت مصر؟ هقول لكم، لسه كنت هقول انا هقول ان البيئه الصحراويه بتبلغ 96% من جمله مساحه مصر كلها. يعني انا عندي 96% من المساحه بيئه صحراويه وصحاري، وال 4% بس الشوية الصغيرين دول هم اللي بيمثلوا لي باقي المساحه. اقول له ايوه بالظبط كده، انا عندي المساحه بتاعه البيئه مس الصحراويه 4% اللي بقى هم اللي فيهم البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة فيهم الساحلية. باقي البيئات المصرية. برافو عليك، يبقى أنا عندي 96% من مساحة البيئة الصحراوية بتغطي إيه، مساحة سطح إيه، مصر. تمام يا أولاد، ده كده بالنسبة عرفنا موقع البيئة الصحراوية. مظاهر السطح بقى اللي إحنا كنا بنتكلم عنها، مظاهر السطح هنتكلم عنها إزاي في البيئة الصحراوية. البيئة الصحراوية عندي فيها مظاهر سطح بتقسم إلى أول حاجة الصحراء الغربية. تعالوا ناخدهم جزء 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 كده. الصحراء الغربية موجود فيها ايه؟ شايفين الخريطة عندكم؟ موجود في الصحراء الغربية جبال وهضاب، جبال وهضاب. طب موجود ايه؟ جبال يعني زي ايه؟ قال لي في جبل العوينات هنا موجود في الصحراء الغربية، جبل العوينات. هو ممتد يا مس في مصر بس؟ هقول لك لا، تعالى استنى هنا، ده كمان واخد من مساحة ايه؟ ثلاث دول تانيين، ليبيا والسودان. يعني هو واخد المربع ده كده ايه؟ مشاركين فيه الثلاث دول مع بعض، اللي هي مصر وايه؟ وليبيا والايه؟ والسودان. تمام يا اولاد؟
يبقى انا عندي اول جبل موجود عندي، اول جبال في الصحراء الغربيه موجود جبل العوينات، وموجود في جنوب غرب مصر هنا في الركن الجنوبي الغربي، ويمتد في ثلاث ايه في ثلاث دول ويمتد في ثلاث دول. تمام. طيب عندي ايه تاني؟ اللي هي مصر طبعا وليبيا وجمهوريه السودان. عندي ايه تاني يا اولاد موجود في الصحراء الغربيه؟ عندي في اهم حاجه ظاهرات اسمها الهضاب. اسمها ايه يا اولاد؟ الهضاب. ايه ده، في كام هضبه هناك؟ قال لي ده انا في هضاب كتير، بس احنا مطلوب مننا نعرف الشمال والوسط والجنوب اهم الهضاب فيهم ايه. قال لي في الشمال عندي هضبه مرمريكا فوق، اهي شايفينها هضبه مرمريكا، يبقى في الشمال عندي هضبة مرمريكا. اوكي. طيب وعندي في الجنوب، قال لي في الجنوب تحت هنا كده في هضبة اسمها هضبة الجولف الكبير. اسمها هضبة ايه؟ الجولف الكبير، هضبة الجولف الكبير. طيب قال لي في الوسط في هضبة كده برضو اسمها الهضبة الوسطى. يبقى مظاهر السطح عندي في البيئة في الصحراء الغربية هقول له موجودة في حاجتين. اولا الجبال ممثلة في جبل العوينات، وبيمتد في ايه؟ في ثلاث دول اللي هي الايه، مصر والسودان وليبيا. السودان وليبيا ومصر. برافو، فيري جود. طيب وعندي كمان قلنا موجود في الشمال مرمريكا، في الجنوب الجولف الكبير، وفي الوسط الهضبه الوسطى. لما يقول لي كده دي ايه اهم الايه، الجبال والهضاب. الله، طب ما في حاجه كده مش ما شفتهاش كده يا مس، ده هو انا اصلا مش عارف الصحراء الغربيه دي اللي احنا عماله نقول عليها دي واقعه فين، يعني هي في انهي حته، هي دي كلها كده يعني هي اللي في الخريطه؟ اقول لك لا استنى تعالى اقول لك، دي الصحراء الغربيه احنا عايزين نعرف موقعها كده بالظبط فين. هقول لك هناك فوق عندها ساحل، هي بيحدها في الشمال ساحل البحر المتوسط، يحدها من الشمال ساحل البحر المتوسط. قال لي ومن الجنوب يا مس، قلت لك من الجنوب تحت هلاقي دوله جمهوريه السودان، هلاقي جمهوريه الايه؟ السودان. طب امال في الشرق؟ قال لي في الشرق ده هنا عندنا وادي النيل والدلتا، هيمسك من هنا كده هلاقي وادي النيل والدلتا. طب يعني يا وبعدين؟ ميسي بتنتهي عند وادي النيل والدلتا شرقا، صح؟ بتبدا شرقا عند وادي النيل والدلتا، وبتنتهي غربا عند الحدود الليبيه الايه؟ المصريه. يبقى شرقا وادي النيل والدلتا، وغربا جمهورية أو دولة ليبيا الحدود الليبية المصرية، وشمالا البحر المتوسط أو ساحل البحر المتوسط، وجنوبا دولة السودان. دي كده المكان اللي وقع فيه الصحراء الإيه؟ الصحراء الغربية. وزي ما قلنا في أول الدرس إن هي بتمثل كام؟ بتمثل 68% من مساحة إيه يا أولاد؟ مساحة مصر. تمام كده؟ الصحراء المصرية برافو مش عليك، مصر. من مساحه البيئه الصحراويه مش الصحاري المصريه، البيئه الصحراويه بقى عامه. احنا بنتكلم عن الصحراء الغربيه، احنا بنتكلم درسنا النهارده عن البيئه الصحراويه، فاحنا بنتكلم عن مساحتها في البيئه الصحراويه. طيب هو في ايه تاني موجود عندي في الصحراء الغربيه غير الجبال والهضاب؟ اقول له ده انا عندي في ظاهرات موجوده فوق الهضاب، موجوده كده في ظواهر فوق الهضاب. قال لي الظواهر دي اسمها ايه يعني؟ هقول له منخفضات كثبان رمليه والواحات. المنخفضات دي هي عباره عن ايه يا اولاد؟ قال لي عارفين الجزء الارض لما بتكون مستويه وفي حته كده نازله شويه بعيده عن الارض لتحت شويه كده؟ قال لي ده اسمه جزء ايه؟ جزء منخفض. اسمه جزء ايه يا اولاد؟ جزء منخفض عن باقي مستويات ايه؟ مستويات الارض اللي حولها. تمام. يبقى انا عندي جزء ايه؟ الجزء اللي هو الجزء اللي واقع، سامعني كده الصوت واضح؟ ايوه تمام يا ولاد. قال لي المنخفضات اللي هي جزء طبعا من الارض بس بيكون يقل مستوى عن الارض المحيطه بيه، يعني هو بيكون اعلى شويه من الارض اقل شويه في المستوى من الارض المجاوره ليه. زي طبعا اشهر المنخفضات عندنا منخفض القطاره. منخفض ايه يا ولاد؟ القطاره. طيب في عندي ايه بس يعني تاني؟ هو يعتبر حفرة كبيرة، صح؟ ايه؟ هو يعتبر حفرة كبيرة. شايف الأول صورة عندي دي، شايفينها؟ دي كده شكل المنخفضات. شايفين دي كده الأرض اللي تحت دي اسمها المنخفضات. في أرض حواليها هي مرتفعة شوية وهي بيقل مستواها شوية عن الأرض المحيطة بيها. شايفين شكلها؟
أيوة. باينة عندكم يا ولاد؟ باينة يا شباب الباقيين أيوة. معايا؟ هي أول صورة من طيب فوق. الكثبان الرملية شايفين أهي، تاني صورة عندي، دي تجمعات بتتكون بفعل الرياح، يعني الهواء لما بيتحرك بياخد معاه الرمال بتتحرك، وبعدين بتعمل لي إيه؟ الرمال بتعمل لي تكونات كده فوق فوق الظواهر أو فوق الهضاب، بسميها الكثبان الرملية. بسميها إيه يا أولاد؟ الكثبان الرملية. من أهمها عندي، من أهم أشكال أو تكوينات الكثبان الرملية، قال لي بحر الرمال العظيم اللي هو موجود فين؟ قال لي اللي موجود بين مصر وليبيا، موجود بين مصر وإيه يا أولاد؟ وليبيا. طيب في إيه تاني عندي تضاريس موجودة في الصحراء الغربية؟ أقول له في عندك تاني موجود الواحات. الواحات شايفين الواحات دي، هلاقي كده في هنا فيها زرع، فيها زراعة. قال لي دي برضو الواحات دي بتكون أرض منخفضة بس بتقوم فيها الزراعة عن طريق المياه الجوفية، زي أشهر الواحات عندنا اللي فيها زراعة، البحرية وسيوة والحر. كده يا أولاد؟ طيب خلصنا الصحراء الإيه؟ الغربية. الصحراء الشرقية، الله ده في مثلث عندي كده مكتوب عليه جبل الشايب، حد عارف جبل الشايب؟ بس مش في الكوتشينة يعني اللي احنا في الدرس بنتكلم عنه. حد عارف؟ محدش عارف؟ لا أقولك مش أقولك تفضل. لو لاحظتوا من الخريطة اللي قدامكم دي، هتبصوا على الصحراء الشرقية هتلاقوها موجودة فين، زي ما قلنا كده على موقع الصحراء الغربية. موقع الصحراء الشرقية يا أولاد، هلاقي في الشمال عندي فيه إيه؟ الدلتا. عندي فين؟ في الصحراء الشرقية، بيحدها في الشمال الدلتا، بيحدها فين؟ دلتا النيل في الشمال. قال لي وفي الجنوب، قال لي برضو دولة إيه؟ حدودنا السياسية مع دولة أو جمهورية السودان. قال لي وفي الشرق، قال لي في الشرق بيحدها ساحل البحر الأحمر وخليج السويس. عندي هنا كده ساحل البحر الأحمر وخليج الإيه؟ السويس. أمال في الغرب مين ده؟ حد عارف إيه ده؟ حد يعرف يقول لي الحد ده هقول عليه عنه إيه؟ اللي هنا اللي بالأخضر ده. ها وادي النيل. حد فيكم، اي حد عارف يقول لي يرفع ايده ويقول لي. وادي النيل. حبيبة، وادي النيل، برافو عليكم حبيبة. انت معانا ومؤمن معانا. وسامة، انا مش سامعاكم ليه يا ولاد؟ انتوا متفاعلين معايا ولا ايه؟ ايوه يا مس. انتوا موجودين يا مس جنات معانا؟ انا مش مؤمن موجود. ندى ازيك، ما خدتش بالي ان انت دخلتي امتى، وحشتيني. وملك ازيك، اخباركم ايه؟ وهنا كنتوا معايا السيشن اللي فاتت كلكم صح؟ مش احنا كنا مع بعض؟ طيب يا حبايبي ركزوا معايا، هنعتبر ان هي ايه، ريفيجن تاني على اللي احنا خدناه مع بعض قبل كده. طيب يبقى انا عندي الصحراء الشرقية يا اولاد، هقوله ان هي بتقع في الشمال بيحدها شرق الدلتا، وعندي في الجنوب جمهورية السودان، وعندي في الشرق سواحل البحر الاحمر وخليج السويس هنا كده، وعندي طبعا في الغرب وادي الايه، وادي النيل او وادي النيل هنا عندي في الايه، في الغرب. طيب هي مساحتها كام؟ مين عارف مساحة الصحراء الشرقية؟ قلتها في اول ستيشن، مساحتها كام من مساحة البيئة الصحراوية؟ 22%. برافو عليك، 22%، برافو عليكم، 22% من مساحة البيئة الايه، الصحراوية. قال لي طب هو ايه اهم التضاريس فيها؟ اقول له فيها جبال وفيها هضاب وفيها اوديه جافه. الله، ايه الاوديه الجافه دي حاجه كده ما شفناهاش في الصحراء الغربيه، مش كده ولا ايه؟ خليكم عارفين كويس دي يعني هي مثلا الوادي ده مكان بين جبلين او هضبتين صح؟ الوادي. لا الوادي، لا الاوديه الجافه معناها ان هي، عارفين المجرى المائي اللي بتجري فيه الميه، زي مثلا الترع المتفرعه مثلا كده من نهر النيل، مش بتبقى واخده من فيها ميه كده ماشيه فيها. لا الاوديه دي بقى، زمان كان في امطار بتسقط على سواحل البحر الاحمر، على جبال البحر الاحمر، بتنزل تجري تعمل مجاري مائيه كده، وبعدين جفت ما بقاش فيها ميه، فسموها الاوديه الجافه. الاوديه ايه يا اولاد؟ الجافه، الجفة. مجاري مائيه كانت تجري بها المياه قديما، ثم ايه؟ ثم جفت، بعدين خلصت خلاص وايه؟ وانتهت. تمام كده يا اولاد؟ دي كده الاوديه تمام. الجافه انا بدات بيها لسبب،
في حاجة عندي كده عشان تبقوا واخدين بالكم، لما يقول لي أودية جافة أقول له لا استنى هنا، ده الأودية الجافة دي ما كانتش في الصحراء الغربية، دي موجودة في الصحراء الإيه؟ الشرقية، في الصحراء الشرقية فقط، عشان لما يجي يقول لي اختر أو صح وغلط الأودية الجافة أو وأهمها وادي اسمه وادي العلاقي، هقول له لا ده الوادي ده موجود في الصحراء الشرقية، ما فيش في الصحراء الغربية أودية جافة. ماشي، قال لي وادي العلاقي ده بيقطع هضبة عندنا اسمها هضبة العبابدة، هضبة الايه يا اولاد؟ العبابدة. طب الصحراء الغربية برضو يعني كده الصحراء الشرقية مميزة ان هي عندها اودية جافة، والصحراء يا عيني الغربية. زعلت بقى قالت لا ما انا عندي كمان حاجة مميزاني كده مش موجودة في الصحراء الشرقية. الصحراء البيضاء. لا تعالي يا صحراء يا غربية قولي لي كده ايه اللي موجود عندك ومش موجود في الصحراء الشرقية. قالت ما هي بقى يعني مش عايزة الموضوع يبقى هي ليها لوحدها الصحراء الشرقية مميزة وانا لا، لا استني تعالي اما اقول لي. قولي يا صحراء يا غربية عندك ايه؟ قالت لي ده انا عندي المنخفضات اللي مختفية في الصحراء الشرقية عندي وهي لا، انا عندي منخفضات وهي لا. طلعت لها لسانها كده وقالت لها لا تعالي استني هنا، مش انت عندك أودية يعني وانا كمان. الصحراء الشرقية لمت كل الأودية الجافة، والصحراء الغربية لمت كل الاسم ده المنخفضات. ايوه قالت لها لا تعالي تعالي زي ما انت عندك اوديه جافه انا عندي ايه منخفضات مش موجوده عندك يا صحراء يا شرقيه. وقفوا بقى كل واحده تقول للتانيه ايه مميزاتها. تمام طيب لو جيت اسال واقول يا مؤمن، مؤمن انا نسيت قلت كده ان الصحراء الشرقيه بيحدها في الجهه الشرقيه ايه؟ نسيت فكرني كده. الصحراء الشرقية، اه حدودها من الشرقيه بيحدها من الشرق ايه الصحراء الغربيه؟ البحر الأحمر. سواحل البحر الاحمر. برافو عليك. وايه تاني؟ وخليج السويس. ممتاز يا مؤمن شطور. طيب يا حبيبه حبيبة لفت باين حبيبة مش معانا. طيب يا هنا هنا أمس طيب يا هنا قولي لي في الشمال في ايه؟ فكروني بنسى بسرعة. حدود الصحراء الشرقية من فوق عندنا موجود ايه؟ الحتة دي كده شايفاها؟ دي كده اسمها ايه؟ شرق الدلتا. يا شباب واضح ان هنا المايك عندها في مشكلة او حاجة. طيب يا ندى يا ندى نعم يا ميس. فين يا ندوشة؟ في الغرب في ايه؟ الشرق الغربي لا بيحط الصحراء الشرقية من الغرب ايه؟ جل اللي هنا ده جل اسمه ايه اللي قلنا عليه من شوية ده؟ ده اسمه ايه؟ نهر النيل. وادي النيل. برافو عليكي اسمه وادي النيل. شطورين 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 برافو عليكم. ونرجع لموضوعنا تاني وهو التضاريس بتاعة الصحراء الشرقية يا أولاد، اللي هي قلنا الجبال والهضاب وعرفنا يعني ايه أودية جافة وعرفنا أهم الأودية الجافة اللي هو وادي العلاق اللي هو بيقطع هضبة العبابدة وبيختفي المنخفضات من الصحراء الشرقية زي ما قلت لكم موجودة في الغربية، والصحراء الغربية ما فيهاش أودية جافة وموجودة فين؟ في الصحراء الشرقية. طيب أمال الجبال بقى؟ قال لي ده أنا عندي جبال في الصحراء الشرقية. الخريطة عندكم باينة يا أولاد؟ ايوه، مش جبال في هنا الصفحة رقم اسمها 7 من 9 صح؟ انا بتكلم عن الشير مش الشير عندكم باينه الخريطه في الشير ولا ايه؟ ايوه، انت عاملة هنا عندنا، في احنا بنقلب نقلب، تمام. فبسألك يا صفحة. طيب يا حبايبي يبقى عندي هنا كده عند ساحل البحر الاحمر موجود جبال اسمها جبال سلاسل جبال البحر الاحمر، ودي من اهم جبال البحر الاحمر اللي بتمتد بموازاه ساحل البحر الايه الاحمر. بتمتد ازاي بقى؟ هقول له دي ماشيه عندي من ممتده من الشمال الغربي للجنوب الشرقي، من الشمال الغربي لحد الجنوب الايه الايه الشرقي. ماشي يا اولاد. أهم وأعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر ارتفاعا جبل الشايب، أعلى قمة في قمم جبال البحر الإيه الأحمر. أعلى قمة جبلية إيه يا ولاد؟ جبل الإيه؟ جبل الشايب. شايب ماشي
جبل الشيل، تمام. طيب عندنا بعد كده ايه اللي موجود تاني في الصحراء الشرقية؟ عندنا هضاب. هضاب، ايوه عندي هضاب. امال ايه الهضاب دي؟ اهمها ايه؟ الجلالة القبلية وهضبة، الجلالة البحرية وهضبة، المعادة وهضبة العبابدة. يبقى أهم الهضاب عندي، نشوفهم على الخريطة كده، عندي هضبة الإيه؟ هضبة الجلالة هنلاقيها فوق هنا كده، وعندي هضبة إيه؟ وعندي جبل هضبة المعادة هنا برضو كده في المكان ده. وعندي بعد كده بسم الله هضبة العبابدة. هضبة العبابدة باينة عندكم اهي على الخريطة، شايفينها هضبة الايه يا اولاد؟ العبابدة. طيب بالنسبة لعندي جبل الشايب، جبل الشايب موجود هنا اهو يا اولاد، شايفينه؟ ايوه يا مس. تمام. يبقى مين تاني يذكر لي اهم الهضاب اللي موجودة في الصحراء الشرقية؟ قوليلي مين ما شاركش معانا، عايزين نختار حد كده يشارك معانا. مين؟ هنا المايك بتاعك اتظبط؟ سما. طب هنا حاولنا معاها قبل كده، قولي يا سما انتي. ايوه يا مس. قولي يا سما. أولي قوليلي اهم الهضاب الموجودة في الصحراء الشرقية. هضبة الجلالة البحرية، تمام، برافو. وايه تاني؟ العبابدة، ايوه المعايزة، برافو. والجلالة الجلالة القلبية. القبلية والجلالة البحرية والمعازة والعبابدة، دي كده اهم ايه يا اولاد؟ اهم الأودية اللي أهم سوري الهضاب الموجودة في الصحراء الشرقية، أهم الهضاب الموجودة فين يا ولاد؟ في الصحراء الشرقية. تمام، محدش بس يلعب في السلايد لو سمحتم. ماشي. بس عرفنا كده مظاهر أو التضاريس بتاعة السطح في الصحراء الشرقية. ثواني خليكم معايا لو سمحتم، ثواني. طيب يا ولاد تمام كده، في حد لو سمحتوا فاتح المايك، عامل المايك في الو، سامعيني يا شباب؟ ايوه في مين اللي عمل لوكيد للشرايح؟ طيب معايا كده احنا وصلنا لحد ايه؟ مظاهر السطح اللي كانت موجودة في الصحراء الايه؟ الشرقية. طيب عندي ايه تاني؟ عندي بعد كده شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء دي هي موجودة فين؟ ولا اصلا هي مساحتها قد ايه من البيئه الصحراويه؟ اقول له ده شبه جزيره سيناء دي بتمثل لي 6% من ايه يا ولاد؟ في حد مساحه البيئه الصحراويه. ثانيه بس عشان في حد لعب في الشرايح. طيب اوكي يبقى انا عندي شبه جزيرة سيناء بتمثل لي 6% بس من مساحة البيئة الصحراوية، بتاخد 6% بس منها. طيب موجودة حدودها فين؟ هقول له ده أنا عندي موجودة بياخدها من الشمال البحر المتوسط، عندي هنا البحر المتوسط. قال لي ومن الجنوب تحت، قال لي من الجنوب ده عندي حدود السياسية، قصدي سوري، عندي في الجنوب تحت البحر الأحمر، هنا كده البحر الإيه؟ الأحمر. طيب وفي الشمال؟ هقول له في الشمال خليج العقبة الحدود الايه؟
المصرية الفلسطينية، خليج العقبة اللي هنا ده كده والحدود المصرية الفلسطينية. قال لي وفي الغرب، هقول له في الغرب خليج السويس وقناة السويس طبعا، يبقى دي اسمها حدود شبه جزيرة سيناء. التضاريس بتاعتها بتلم بإيه بقى؟ عندي جبال برضو وهضاب وحاجة اسمها السهول الساحلية، جبال موجودة عندي. أهم الجبال فيها نلاقي هنا كده أول حاجة عندنا جبل سانت كاترين، وده طبعا اعلى قمه، ايه اعلى قمه جبليه في أعلى مصر، قمة جبل جبلية في سانت. مصر، ممكن تلاقي فوق ايوه حتة تلج على قمته أتوقع. برافو، لانه شديد فعلا الارتفاع وهو اعلى قمه جبليه في مصر عامه يعني. طيب عندي في تاني جبل موسى، عندي جبل ايه يا اولاد؟ جبل موسى. يبقى عندي جبل سانت كاترين وجبل ايه وجبل موسى. طيب عندي هضاب ايه؟ قال لي عندي هضبه اسمها هضبه التيه وهضبه العجمه، هضبه الايه؟ التيه وهضبه العجمه. يبقى اهم الهضاب عندي هضبه التيه وهضبه الايه؟ العجمه. ماشي؟ تمام يا شباب؟ تمام. تمام، برافو، صحصحوا كده معايا. طيب مش عارفه طيب قول لي يا مؤمن. مؤمن لا كمين. قولي يا مؤمن، شبه جزيرة سيناء، أنا قلت لك كده إن من تحت البحر المتوسط في الجنوب تحت، كام ده ولا إيه رأيك؟ أنا قلت كده ولا غلط؟ هو أنا قلت شبه جزيرة سيناء تحت عندها البحر المتوسط؟ لا الكلام ده صح؟ أمال إيه؟ عندها إيه؟ عندها إيه؟ البحر الأحمر. أكبرني. غششني بسرعة، برافو، فيري جود، شاطر يا مؤمن، صاحي، عندها تحت البحر الأحمر. يبقى أنا عندنا عرفنا كده يا أولاد النهاردة التضاريس بتاعة البيئة الصحراوية اللي هي الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. في أي سؤال في الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها؟ لا أنا سلام. عرفنا يعني ايه بيئة صحراوية، عرفنا مساحتها قد ايه، عرفنا تضاريس الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء عاملة ازاي. أيوة. تعالوا بقى علشان اعمل لكم هيبقى في أسئلة. لينك كده اتفضل. نشوف ايه. الموقع ماشي، هيبقى سؤال يربط ولا إيه؟ عشان في أكتر من موقع. لا هبعت لكم كهوت وفولو. كحوت، كهوت، أحب كحوت. تحب الكهوت؟ اوكي طيب شير كده نعمل ايه. لا تعالوا الاول هبعت لكم في الشات، هبعت لكم لينك الايه الاول فوق. يلا سريعا. وصل ولا لسه؟ لسه مش جاي في الطريق جاي في او جه. الطريق، طب استقبلوه حالا. الحمد يلا لله وصل بالسلامة، وصل بالسلامة. الله، كل واحد يودي له عصير كده وشاي، اي حاجة. نفسه ايوه بقى ايوه لنا لينك بسرعه، فيسبوك، اعملوا الواجب بقى معاه. هو نفسه مين لنا اللي كان لينك فايز صفحة بقى فيسبوك. المره اللي فاتت في المسابقه اللي عملناها؟ مش كان طلع الواجب لنا ده لينك صفحة فيسبوك؟ ايه؟ ده لينك صفحة فيسبوك ازاي؟ لا اكيد مش ده. ما اعرف. لا ثواني، مش هتلاقي كده سؤال عارفة. على معاوضة الاتصال بالرابطة، دوس عليها هتلاقي لك، هتلاقي بقى أسئلة تغلو من ساحة الصحراء طيب الغربية. اشتغل لقيتها. عليكم يا شباب. طب اللي اشتغل عنده يعرفني، عامة هو هيبان عندي مين بقى هيحل ومين شاطر وحاجات كده. حليته وخلصت. مش هم سؤالين مجرد بس تقويم كده على الدرس. عملت يا مس، بس ما حطيتش اسمي اتوقع. مس ما اشتغلش عندي. اشتغل و طيب ايه؟ ما اشتغلش عندي. هو جاب لي حاجة كده، بس الصراحة انا مش قادرة انطقها مس لان انا الموبايل اطلع بتاعي بره، انجليش.
مش اتلخبطت، عملت المساحة غلط، شفت مساحة الصحراء من مساحة مصر، ما قرأتش الغربية، وأصلا المفروض من مساحة البيئة الصحراوية. أو تدخل تاني. طيب يا جماعة، حاولوا تدخلوا على اللينك، وهبعت لكم برضو كمان لينك الكهوت. صح، الجوابين صح. ايه صح. كحول عندي في 6 منكم جو. اوكي، ثانية هقفل مايك. برافو شباب. لا مش حللنا السؤالين، مش هي مش سهلة. ماشي، انتوا اصلا شاطرين كلكم ما شاء الله. بعت لينك تاني نخش عليه نحل بقى. يلا، مش عايزين الكود بتاع الكهوت. ده الكود اهو. سامعيني يا ولاد؟ ايوه مس. طيب الباقي مش متفاعل معايا ليه؟ فين الباقيين؟ اللي حل يعرفني. طيب مثلا مش طالع لي في الكحوت غير سؤال، لا اعمل اول سؤال وتاني سؤال، بعدها مش طالع لي يعمل الباقي، ما كانش راضي. طيب يا هنا وسما وملك، ها حليته ولا ايه؟ اسال انا. انا طيب حليت عارف اصلا في الاساس. ماشي، ها وعمر، انا ما سمعتش صوتك من اول السيشن ليه؟ ايه مش انا حضرتك ما سمعتيش صوتي من اول الشيشن؟ لا سمعته، خلاص خلاص تمام. بهزر معاك يا عمر. عايزة أوريكوا حاجة، خلصوا بس لما تخلصوا حل الأسئلة هوريكوا حاجة، فيديوز كده، على فيديو على الصحراء الشرقية كمان، هوريكوا إن شاء التضاريس الله فيها خير. عاملة إزاي. ماشي نيس، وسؤالين بس مش راضي يجيب ستة. طيب خلصتوا كلكم؟ حلو، ايوه ماشي. تعالوا كده انا نشوف المركز عندي الاول. مين المركز الاول. لسه ما بصيتش، انا عايزه اجيب لكم الفيديو بس. مين المركز الاول قولوا لي. صالح محمد صالح، انا برافو وبعدي عليك. ندى او نندي رامي. تعالوا. طيب بعديها مؤمن، بعديها في مالك وائل، ملك، بعديها عمر. مالك ماشي.
مش احنا شفنا فيديو في الصحراء الغربية، يعني الصحراء الشرقية هتزعل، بتقول لي هتقول يعني بقى يعني انا عندي سواحل البحر الاحمر الجميله ودي وعندي ما حاجات عندهاش جميلة سواحل. كتير. اه اي بتشتكيني من ساعتها، تعالوا كده مع بعض زعلانه. نشوف. اه مهورة، تعالوا نشوف مع بعض الصحراء الشرقية. ثواني اعمل كل شيء، افتح الشير. آه بسم الله معايا يا شباب. ايوه يا مس، ايوه يا مس. ماشي يا مس، يلا يا مس تعالوا نشوف الصحراء الشرقية، شايفينها جميلة ازاي؟ احنا شايفين كوكب الارض قبل شوية. كوكب، ما احنا عايزين نحدد موقعها من كوكب الأرض، ركزوا معايا. شايف البيه؟ لا هو كاتب بس، بيبقى في حاجات ساعات في الفيديوهات والحاجات دي أخطاء في الأرقام بس، يعني سهوا غير مقصودة. المهم احنا عايزين نراك، طبعا احنا عارفين ان هي ايه 68% الصحراء الغربية، بس هو ممكن يكون قايل لنا على ايه، على الصحاري بتاعت الصحراء الشرقية دي. كده شكل الصحراء الشرقية يا ولاد لايف، شايفين شكلها التضاريس فيها عاملة ازاي؟ شايفين طبعا فيها جبال، هضاب، حيوانات برية. هناخدها الحصة الجاية إن شاء الله الجزء ده بتاع الحياة النباتية والطبيعية بتاعة الحيوانات البرية والنباتات الطبيعية. عارفين منجم السكري؟ خدتوه في سنة خمسة ايوه ابتدائي. مش منجم جبل أوه. السكري، منجم جبل السكري هو كان أيوه اسمه كده. إيه رأيكم؟ جميلة جدا تضاريس فيها برضو. وكنا بنطلع المنجنيز من ام بجمة في شبه جزيرة سيناء، صح؟ برافو برافو. والحديد من الواحات البحرية، من مساحة مصر، شاطر برافو عليك. والمنجنيز من ابو طرطور، معانا والذهب ايه؟ من مناجم السكري. شفت شطور انت، شايف؟ تعالوا بس نركز شوية في الفيديو، جميل فيه ملامح التضاريس. شايفين سواحل البحر الأحمر ودي جبال البحر الأحمر أهي، شايفين عالية ازاي وشاهقة؟ مش عارفة الفيديو توقف معاك ولا شغال. شغال يا مس، والغروب والشمس بتعمل منظر جميل، بتخلي للجبال زي ظل لكن على خفيف، بيخليها كأنها لون أحمر كده، بيودي الأرض لون أحمر ركزوا كده شوية. عشان هسأل سؤال كده في آخر السيشن بعد ما نشوف الفيديو ده. شايفين جبل الشايب ده أعلى قمة طبعا إيه جبلية في سلاسل جبال الإيه البحر الأحمر، هو عالي قوي. آه شفتوا بقى دي، استنوا شايفين دي كده، دي كده اسمها الأودية، بس دي أودية فيها مية. الأودية دي كانت فيها ميه، يعني الاوديه الجافه بقى المقصود بها ان هي كان فيها ميه زي كده وبدات تجف وبدات بقت ناشفه جافه ما فيهاش مياه. عايزه اقدم شويه نشوف الجزء اللي فيه الشعاب المرجانيه على سواحل البحر الاحمر. طبعا هناخد النبات الطبيعي الحصة الجاية لو حد فاكر خدناه مع بعض قبل كده، نعمل الأشجار أو النباتات الطبيعية الموجودة في الصحراء الغربية في الصحراء صبار الشرقية. صبار شايفين ودي حيوانات اسمها حيوانات برية بتعيش في الإيه في الصحاري المصرية سواء مش الشرقية. أتوقع الحيوانات البرية، الحيوانات البرية ما نقدرش نربيها صح؟ مش كلها بس هي اصلا اسمها حيوانات برية لان هي اصلا بتعيش في الطبيعة، يعني زي هي سبحان الله ربنا خلقها كده. يعني مثلا في طبعا انواع دول قطط ما تقدرش تعيش من غير مساعدة البني آدم. اه ايوه فهمت قصدك. طبعا احنا عندنا الحيوانات البرية في غزلان هي زي كده بتبقى في الصحاري طبعا، وعندنا بيبقى في جمال وارانب الماعز، غزلان والماعز الجبلي، ثعالب الماعز اه الجبلي ومعز الجبلي، وزي ما شفتوا كده في اول فيديو في ثعالب برضو، وفي اهو ده ثعلب اهو، ثعلب المكار بيمشي خلف الدار، في ثعابين وفي عقارب، يعني مش هننسى العقارب طبعا. يعني وفي محميات طبعا طبيعية.
سواء في الصحراء الشرقية في جزيرة سيناء، واحدة من أجمل المحميات الطبيعية، رأس محمد، جميلة رأس محمد. رأس محمد، اه طبعا، برافو عليك، شاطر شاطر شاطر. طبعا احنا يعني ممكن نتكلم في جزئية سريعا بس كده، اللهم صل على سيدنا محمد، الخصائص اللي هي بتاعت موارد المياه في البيئة الصحراوية. عندنا زي ما شفتوا كده، موارد المياه يا اما بتكون عن طريق المياه الجوفية او عن طريق الايه، الامطار. المياه الجوفية ممكن تكون موجودة فين يا اولاد؟ المياه الجوفية في موجودة، الآبار والعيون واللحات. برافو عليكم، المياه الجوفية موجودة في العيون والآبار، موجودة في العيون والآبار. العيون اللي هي طبعا بتتدفق منها المياه، المياه بتطلع لوحدها مش احنا الأرض، لكن الآبار احنا اللي ايه، بنبدأ نحفرها وندور على المياه فيها. طيب عندنا طبعا برضو التربة، التربة في الصحراء يا أولاد تربة رملية فقيرة، بتكون تربة رملية فقيرة في تحتاج البيئة الصحراء. إلى المعادن وحاجات تانية. ممتاز، بتكون صفراء فقيرة لأن ما فيهاش المعادن المهمة للزراعة، لعملية الزراعة. بتتميز بس تربة الواحات، إن هي زيادة جودة تربتها إلى حد ما عن باقي تربة البيئة الصحراوية، يعني بتكون التربة بتاعتها جيدة شوية، عشان كده بتقوم فيها الإيه، الزراعة يا أولاد. طيب النباتات زي ما شفناها مع بعض كده، أهم الحيوانات الأول، شفنا الحيوانات اللي هي بتتحمل طبعا الجفاف والظروف القاسية بتاعة البيئة الصحراوية. عندي كان أهمها الجمال والغزلان والأرانب البرية والإيه والثعالب، دي من أهم الحيوانات الموجودة في البيئة الصحراوية. طب النباتات، قال لي النباتات بتتحمل، عندهم في البيئة الصحراوية النباتات اللي بتتحمل شدة الجفاف، مفيش مية موجودة كتيرة بتحتاجها النباتات دي. قال لي زي ايه؟ قال لي زي يا اما بتمد جذورها تحت في التربة علشان تحصل على المياه، ودي بتكون زي اشجار النخيل واشجار الدوم، او ان هي بتكون اسفنجيه، ليها اوراق اسفنجيه سميكه كده او طويله زي الصبار، فده بتخزن او الميه بتاعتها في الاوراق بتاعت الاشجار بتاعتها. او زي نباتات الايه، الشوكيه، زي طبعا اللي بتقاوم درجه الجفاف وارتفاع درجه الحراره. دي كده بالنسبه للنباتات والايه والحيوانات. طب شايفين، شايفين المنظر جميل جدا ازاي؟ بيشتي طب ازاي البنات عاملة الغزلان يا ازاي بيشتي يا ولاد؟ تعيش؟ ايه؟ هي ازاي يا بيشتي الغزلان بتعيش مفيش من غير ميه في الصحراء؟ سبحان الله، هي ربنا خلقها نباتات بتتحمل الظروف القاسية.